لعبة الكراسي اليوم مع هشام علي. حياكم الله. قالت لي العصفورة: العصفورة تقول أنه تمديد الفصل التشريعي ليس إجراء روتيني، بل سيكون فصل تشريعي ساخن جدا، والإجراءات الدراماتيكية اللي جاي يشوفوها، نائب يقدم استقالة يوافقون عليه، ترجع النوبة تنسحب، يرجع مرة ثانية يوافقون عليه، لجان برلمانية، هاي كلها هيك. لكن راح يبدي وراح تبدي السخونة مع أول استجواب، واللي راح يكون لواحد من أهم وزيرين في هذه الحكومة، وسيرافق ذلك السلسلة من الإجراءات التي ستكون بتنسيق عالي من الرئيس ونائبيه، وهذه الإجراءات راح تكون ثخينة ثخينة حيل. حياكم الله من جديد. مجالس المحافظات اللي أوجب الدستور وجودها ونظم عملها وآلية اختيارها بالمادة 122 ألغيت أو جمدت أو أوقفت عن العمل بعد احتجاجات 2019. بالمحصلة نشهد اليوم الاستمرار بتعطيل استحقاق دستوري مهم لمجالس تعد بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في المحافظات. ومنذ ذلك الحين دخلنا في جدلية أيهما أفضل، إلغاء المجالس للتخلص من الفساد والترهل والحلقات الزائدة والاستجابة للمطالب الشعبية، أم مراجعة قرار الإلغاء وإعادة انتخاب المجالس اللي يقول الدستور إنها يجب أن لا تخضع لسيطرة أو إشراف أو أي وزارة أو أي جهة غير مرتبطة بوزارة، وتكون شؤونها المالية مستقلة. خلينا نناقش هذا الملف ويا ضيوف في هذه الحلقة كل من السيد وائل عبد اللطيف الوزير والمحافظ السابق، حياك الله سيد وائل. حياكم الله. وكذلك السيد سعد المطلبي عضو مجلس محافظة بغداد السابق، حياك الله استاذ سعد. وكذلك السيد طرهان المفتي وزير الدولة لشؤون المحافظات الأسبق في أربيل لحين ما ينضم إلينا. بدي اياك سيد وائل، دستورية مجالس المحافظات بصفتك، يعني انت كنت محافظ ووزير وعضو بلجنة كتابة الدستور، خلينا أسألك، راح يكون سؤال هذا جوهري، مجالس المحافظات دستورية لو مو دستورية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لحضرتك، إلى ضيفيك الكريمين، إلى كادر ومشاهدي الشرقية الكرام جميعا. حياك الله. البناء المؤسساتي للدولة ورد في الدستور بأكمله، وكل صلاة وكل سلطاته. بعد ما غادرنا النظام المركزي ذهبنا إلى النظام اللامركزي، ولكن النظام اللامركزي تتعدد به المستويات، يبدأ من اللامركزية الإدارية، ومن ثم اللامركزية المرفقية أو المصلحية، ومن ثم يذهب إلى اللامركزية السياسية، وآخرها الفيدرالية اللي يتمتع بها إقليم كردستان. العراق من الناحية الفعلية طبق ثلاثة، وحدة ما طبقها اللي هي اللامركزية السياسية التي ترتبط بالعاصمة بغداد. يجب أن تكون مستقلة، لا تكون إقليم ولا تنضم إلى إقليم، ويجب أن تتمتع بما تتمتع به العاصمة الموحدة لكل العراق، سواء كان أقاليم أو محافظات وأقاليم. المحافظات اللي كان عددهن 18 تقريبا، ثلاثة صارن في أربيل، وبقن 15 محافظة تمتعا باللامركزية الإدارية. بس اللامركزية الإدارية يجب أن تكون سلطات مالية وإدارية واسعة كما وصفها الدستور، هذا أولا. اثنين، أن مجلس المحافظة الذي ينتخب المحافظ ما يخضع إلى أي سلطة في الدولة كما تفضلت، وفقا للأحكام المادة 122. والمحافظ يجب أن يراقب من خلال مجلس المحافظ ويتشاور معهم بنفس الوقت، فإذا ما كانت قد أخطأت أو أفسدت مجالس المحافظات، هذا لا يعني فساد الفكرة أو فساد البناء المؤسساتي للدولة،
أنتم عاجزين عن أن تحينون الفاسد إلى القضاء على سبيل المثال؟ مو عاجزين، فأنتم ليش تحكمون على كل هذا بأنهم ذولا فاشلين وفاسدين وكذا وطلعتوهم بأجملهم؟ بقوا المحافظين يشتغلون براحتهم، لا رقيب ولا حسيب أبد أبد، أنه بطوهم صلاحيات الأراضي والمناقصات وبدون عملية الإحالة الشرعية اللي هي مجموعة شركات تتنافس بكيفه، وين يختار في وقت عادل عبد المهدي، وين يريد يختار أي شركة المحافظة؟ من طاهم؟ عادل عبد المهدي مزين وباقي إلى اليوم. طيب ليش ما تسحبونها؟ يعني ليش ما تسحبونها وأنتم تدرون أكو هدر كبير في المال العام من قبل المحافظين في السابق؟ هو الفاسد عضو مجلس المحافظة ولا الفاسد المحافظ؟ في مجالس المحافظات لما كانت موجودة كانت إمبراطورية وتقسم على عدد المجالس الحاضرين ومن ضمنهم المحافظ. نعم. يعني اللي جاي قصده الآن المحافظ أخذ المال بدون رقابة، بدون رقيب، بدون حسيب، بدون حسيب. يعني يمكن ترفع تقارير إلى ديوان الرقابة المالية، لكن هذا من يحاسبونه ويحيلونه مثلا وينحكم على سبيل المثال، زين منو راح يدير المحافظه؟ لو ان مجلس المحافظه موجود ينتخب محافظ جديد وانتهى الموضوع، لكنه في غياب مجلس المحافظه يعني ابطلنا بناء مؤسسات الدوله الدستوريه. ومنها اذا هي لغوها، زين شنو الاليه او السند الدستوري حتى يقدرون يرجعوها لعملها السابق كمجالس محافظه؟ هو الالغاء كان خطا مو دستوري. لا احنا قلنا والقانون يقول والدستور يقول وما يتعلق بمجلس النواب يقول الدورة النيابية البرلمانية 4 سنوات تقويمية تبدأ بأول يوم وتنتهي بالسنة الرابعة. خلصت الأربعة، هاي الأربعة تمددت لمجالس المحافظات 7 سنوات مو أذكر. زين هذا تمديد دستوري؟ خطأ اصلا التمديد خطا. خطا التمديد خطا، وانا حكيت حتى استاذ طورهان انه أي. انتم يعني ترى هذا التمديد خاطئ، لان الماده 4 من قانون المحافظات غير منتظمه في اقليم تقول الدوره مال مجلس المحافظه 4 سنوات تقريبا تبدا باول يوم وتنتهي. ما لا ضد تغيرت الماده، الماده تتحدث عن الانتخابات. إيه يعني هو المهم كانت لا ماكو 4 سنوات الانتخابات. لا بس اسمح لي، من انتخابات الى انتخابات انا اشرحها. لا هي المشكلة. لا اجى قانون انتخابات مجالس المحافظات اعتقد رقم 35 قال تستمر مجالس المحافظات لحين انتخاب مجالس محافظات جديدة. هذول طولوها، بس صدر قانون آخر رجع المادة 4 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، بس الجماعة ما انتبهوا له وطلعوا كل المجالس والقرار. علوية المواد إلما العلوية غير للدستور؟ العلوية للدستور، لكن مجالس المحافظات ليست بأفضل من مجلس النواب. مجلس النواب اليوم من يقعد 4 سنوات تقويمية صح. بس باليوم الأخير يغادر سواء كانت انتخابات أو لم تكن خلص. تجري ما تجري عضو مجلس المحافظة بالتالي نفس الشيء. هذا ملخص كلامك، أسسنا إمبراطورية هي تابعة للمحافظ، والشغلة الثانية أنه ما قامت به الحكومة في 2019 كان خطأ. أكيد. تمام أستاذ سعد، أنت هيك خوبت كيف لها، بس هذا ما يمنعكم أو ما يمنع المواطن لما نقول لك أنا مجالس المحافظات شنو اللي سوت لي حتى أنا اليوم أريد أرجع لها، أرجع عملها، أرجع عمل على أساس السابق ويكون مجالس محافظات وتتقاسم وصراعات حزبية وإلى آخره. شنو اللي قدمتوا لي حتى أنا ممكن إنه أنا أتعاطف وياكم وأطالب بإرجاع مجالس المحافظات؟ كلام سليم، تحياتي لكم ولضيوفكم الكرام ولمشاهديكم الاعزاء. الحقيقه يعني كل ما قام به المحافظ او المحافظين هو كان بتخويل من مجالس المحافظات. يعني اعطيك امثله على بغداد اللي احنا فيها وكنا نمثلها في زمن ما. اطراف بغداد بلطنا 3600 كيلومتر زين، هذه 100 وتقريبا 350 مدرسه بنينا، اكثر من 60 مركز صحي. لا تحكي الانجازات، لا تحكي الانجازات. اكثر من لا الواقع اكثر من 1000 وحده تصفيه مياه. هاي مو انتوا، هسه مو انتوا، هسه الانجاز راح تحسبوه لكم، والفشل والله هذا المحافظ. لا 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 هذا كله من وراء. لا كل اللي صار مجالس المحافظات، احنا ننظر لمحافظه بغداد نشوف شنو المنطقه اللي تحتاجها، تحتاج تبليط، تحتاج مركز صحي، ويصير اجتماعات. وبدونكم ما يشوف المحافظ؟ لا ما عنده ذراع يعني مستشاري
الموجودين، الدائرة مع المحافظة، مجلس المحافظة. الجميل بمجلس المحافظة أن الأشخاص من أهل المنطقة، كل الأعضاء مجالس المحافظات في كل محافظات بغداد العراق، كل واحد من منطقة معينة. فبالنتيجة أبو المحمودية يقول لنا شكوى بالمحمودية، لا عندنا دوائر متعددة، هس دوائر متعددة، وكل من جاي يمثلون دوائرهم أربع نواب ويروحون للمحافظ. هسه سهلت الإجراءات مثل قبل، ويقول له يا بترى عندنا بمحافظاتنا مثلا بدائرتنا هيك كذا 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 نقوصات. اي بس هذا مو دستوري. بس قل لي اللي فاتكم مثلا اكو كانت موازنات، اكو كانت فلوس مثلا. قل اقول لك اي من 2014 الى 2019 ماكو موازنه. زين تدري قضيه داعش وكذا، فالفتره اللي اشتغلنا بها ما كان عندنا موازنات، كانت موازنات جدا ضئيله. ومع هذه الموازنه الضئيله قدمنا الكثير، وأهل المناطق النائية يعرفون. يعني مجلس المحافظة مسؤول عن الأقضية والنواحي في بغداد، ما له علاقة بمركز بغداد اللي هو تابع لأمانة بغداد. عنا عينا بالسبع أطراف بغداد، التاجي والمحمودية واليوسفية وطارمية. أنا هرجع لك عن معضلة مال بغداد اللي فيها أمانة. هاي هذا موضوع آخر. هاي منو عليها؟ هم قاموا يحاسبونها. ألف رحمة على والدي. لا نحاسب، لأن الناس تجي حاسبتهم. طبعا الناس تجي أمانة العاصمة ما قدرنا نحاسبهم. تخضع للعاصمة بغداد، والعاصمة بغداد لها وضع سياسي خاص أصلا. بالضبط ما قدرنا. لكن غير الناس اللي كتبت الدستور ما تفتهم شنو. لا انا راح ارجع لك على نقطه، انه هاي بغداد المعضله الاساسيه، بها مجالس محافظات يحاسب، بها امانه بغداد، بها محافظ العاصمه السياسيه الاداريه، وبها يعني كل القضايا السياسيه وكل التدخلات تصير ببغداد. هذه كلها حلقه زايده، هذه كلها محلوله في قانون العاصمه اللي قدم الى مجلس النواب صار له 5 سنوات ما قرروا في مجلس النواب نائم. هذه كل تفضلت به قدمناه واشتغلنا عليه تقريبا 6 سنوات. زين وصلنا الى الانضاج وقدمناه للبرلمان. ايش راح يفض هذا؟ يفض لنا هاي الهوسه؟ بالضبط. شلون يحل لنا هاي الاشكال التداخل بين الصلاحيات؟ اعطيك نموذج سريع. طريق بلطنا بالاطراف والاطراف بغداد. زين. الطريق دخل 20 متر على امانه، على امانه، دزوا عن النزاهه، شلون تبلطون بالامانه؟ يعني فقضية يعني بيها إشكالات. فهذا طيب القانون نرجع على معضلة، نرجع على معضلة بغداد. خلي رحب بيه السيد نورهان المفتي. سيد نورهان، يعني سابقا في 2019 خلينا نقول ألغينا مجالس مجالس المحافظات ووقفناها وجمدناها. هسه ما أدري بأي حق يمكن إلغاء المجالس أو تجميدها أو إيقافها. بالتالي شنو الأسباب الموجبة التي دعتكم في حينها إلى إلغاء مجالس المحافظات؟ تفضل. شكرا جزيلا لكم ولضيفيك الكريمين. حقيقة في قانون انتخابات مجالس المحافظات كانت هناك فقرة خاصة في حالة تمديد وعدم حصول الانتخابات فيتولى مجلس الوزراء تمديد. بالتالي ما كان موجود فقرة من 4 سنوات يعني تقويمية وراه لازم أن يكون هناك انتخابات أو حل لمجلس النواب، أو عفوا حل مجلس المحافظة. فكانت المجالس المحافظة مجالس حقيقية بصلاحيات كاملة موجودة وإن كانت الفترة 7 سنوات. الذي حصل هو بعد التظاهرات المطلبية والاتجاه نحو أفكار خلينا نقول بوجهة نظر بعض الأخوة إصلاحية أو التقليص لبعض المرافق اللي هم كانوا ينظرون إليها كمرافق متهدلة أو لديها شيء من الإشكالات المالية، كان التوجه بحل مجلس المحافظة وليس إلغاء. فمجالس المحافظة مجالس دستورية وورد في أكثر من فقرة. بالتالي سواء وجود قانون أو عدم وجود قانون، أنا برأيي المتواضع لابد أن يكون هناك مجالس محافظات. عزيزي الأستاذ الفاضل، أكثر الدول مركزية هناك مجالس محلية ومجالس محافظات بمسميات مختلفة. الآن العراق بهذه الحالة يتوجه بصورة راديكالية إلى التمركز وإلى المركزية، لأن ماكو دولة بالعالم سواء كانت مركزية أو عدم تركيز أو لا مركزية خالية من مجالس المحافظات أو ما يسمى بالمجالس المحلية أو المجالس البلدية. لا لا، ما راديكالية، هاي نسف للديمقراطية سيد طرهان. لا، وهي هسه الوضعيه هي صارت عندنا، يعني هي واحد من اسس الديمقراطيه في العراق ان يكون هناك لا مركزيه. زين،
وهاي بس العملية اللامركزية بالعراق مع الأسف يعني منذ ثلاثينيات القرن الماضي دائما تجابة بإجهاضها. يعني في 36 كان هناك تجربة وتم إجهاضها، في 60، في 72، في بداية الثمانينات أجهضت تماما، وفي التسعينات تحول إلى قيادات عسكرية، في 2003 كانت التجربة الجديدة أيضا للإدارة اللامركزية. الآن نحن أيضا أمام إجهاض لهذه العملية. أنا ما راح أطلق عليها التجربة لأن هاي 4 مرات 5 مرات العراق يريد أن يطبق اللامركزية ويواجه الإجهاض. طيب هسه احنا بعيدا عن قبل ما نجي هذا الموضوع، الموضوع الأساس كل الاتهامات تؤشر لكم ب 2019 يقول لك انت اطيت المحافظ الجمل بما حمل، خليته سلمت المحافظه بادارات واسعه، النوبه نقلنا للاداره بعض الادارات، فبالتالي احنا بدل ما خلينا يعني اشخاص يراقبون عمل المحافظ واداء المحافظ احنا خليناه ما حد لا رقيب ولا حسيب، ربك يحاسبه. يصير بالعمل السياسي او باداره الدوله يصير هذا الشيء؟ نعم، أنا حقيقة أنا كنت ماسك ملف اللامركزية لأكثر من 10 سنوات، من 2010 إلى 2020. زين. إحنا ضمن الإدارة اللامركزية حتى تطبق اللامركزية لازم تعطي صلاحيات، وإلا شنو ما معنى أن يكون لديك إدارة لامركزية وما عندك صلاحية؟ فكان القانون يحكم بتحويل صلاحيات وأجهزة ودوائر وموظفين لسبع وزارات إلى المحافظات. ونحن عملنا على هذا الشيء. أنا داخل وياك في طور هذا. النقطة اللي كنت أقصدها هي نقطة. نعم. مثلاً وزارتين عندنا مثلاً الصحة والتربية وجاي يشوف المشاكل الموجودة بيها. نعم. يعني قام وزير الصحة ما يقدر يحاسب مدير صحة سواء كان في بغداد أو بباقي المحافظات. نحكي على التربية نفس الحالة. زين بالتالي إحنا منو حاسبهم دول؟ لا يقدر، وصارت عندنا حوادث في محافظات جنوبية هواي. لا المحافظ يقدر يحاسبه ولا الوزير يقدر يحاسبه، وظل هذا نفس الشخص ما أخذ الدنيا سامع يقول له بصدره بحيل صدره ما حد يقدر يحاسبه. بالتالي احنا شنو الفائدة من تحويلها الى مركزية؟ زين تسمح لي شوية راح أسهب بهذا الموضوع. فضل. اذا يسمح لي وقتكم بهذا الشيء. نعم، احنا من حولنا هاي الصلاحيات والدوائر، وانت ذكرت الصحة والتربية فراح اجي لك عليهم. يعني أيام وزيرة الصحة دكتورة عديلة من كان العجز الاقتصادي في أوجهه، حولنا حتى صلاحية شراء بعض أنواع الأدوية البسيطة إلى المحافظات. لم يحصل أي عجز للأدوية في تلك الفترة. إذا نأتي إلى عمليات حرق أو انهدام للمستشفيات لم يحصل أي مثل هذه الحالة وهذه القطاع، وهذا القطاع ضمن سلطة المحافظة. نأتي إلى التربية، وراح أرجع لك مرة أخرى على الصحة. أنا كان لدي تقرير أقل المحافظات في 4 سنوات بنالة 60 مدرسة، وأكو محافظة بنالة 480 مدرسة في 4 سنوات. زين. وزارة التربية من وراء التعقيدات والمناكفات السياسية ما قدرت تبني 10 هذه المدارس. فهي الفكرة، وإن كانت هناك سلبيات ولكن لننظر إلى الإيجابيات. هاي النقطة. النقطة الأخرى، أنا ما ممكن أقارن عمل مثلا وزارة صحة كوزارة صار لها 80 سنة بعملية لا مركزية للقطاع الصحي عمرها 2 سنين وأحكم أقول هاي خطأ وذاك صحيح. احنا مو على الخطأ والصحيح، لكن بصراحة ما واجهنا مثل هاي الحالة. لا المحافظ يقدر يحاسب مدير الدائرة ولا الوزير يقدر يحاسب مدير الدائرة بغياب مجالس المحافظات. لو المجلس كان موجود يحاسب. والله عزيزي عزيزي عزيزي، حتى في قانون البلديات مال 69 وتعديلاتها إلى حد 2003 المحافظ يمتلك صلاحيات أكثر مما موجود لدينا هسه في اللامركزية. تمام، خلي اشوف سيد راي سيد وائل. سيد وائل، بالتالي اللي جاي يتفضل بي سيد طرهان كلها ايجابيات، ما مشخصين سلبيات، وقد تحدث السلبيات في بعض الاحيان لكن مو السلبيات اللي يتوجب علينا نتوقف عندها. عملها فضيناها المشكله مال مجالس المحافظات والامور جاي تمشي صحيح، بعد ليش الاعتراض على هذا الشيء؟
الخيار لشخصيات مجالس المحافظات كان خيار سياسي. زين. وكان المفروض أن نذهب إلى المجالس البلدية. وموجودة هي في الأمر التشريعي 74 لسنة 2004 اللي أقريناه في مجلس الحكم بوجود بريمر. زين. المجالس البلدية تعني أنه أنت تجيب ناس لهم علاقة بالخدمة في داخل المحافظة. على سبيل المثال محافظة بها كهرباء، بها ماي، بها مجاري، بها صحة، بها تربية، بها موانئ، بها نفوط، بها كل الدوائر المفروض. هذا مجلس الإدارة هو اللي يتشكل من عندها، لأن ذولا أكثر فهماً لمناطقهم. هذا يعطيك فكرة كاملة عن الكهرباء، هذا يعطيك فكرة كاملة عن الماء، هذا يعطيك فكرة كاملة عن مياه الصرف الصحي. هذه كان المفروض أنه يلتفت لها المشرع بقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم 21 لسنة 2008، لكنه الناس اللي أشرفوا على وضع مع الأسف لا مشتغلين محافظة ولا مشتغلين عضو مجلس محافظة وجاءوا كتبوا هذا. شلون كتبوا؟ بأي طريقة دعت؟ بالطريقة حب وحش وكره وحش. الطريقة التي يرونها والباور تدي مع القوى السياسية متصاعد. فأنت إذا تجي مثلا فلان حزب وتأخذ يعني كتب بأيدي سياسية وبضغوطات سياسية. أكيد بجنبة سياسية تكتب، وهاي الجنبة السياسية ما تخدم في مجالس البلدية. مجالس البلدية المفروض يجون مجموعة من المهندسين، من الأخصائيين، من الاقتصاديين، لا بس ذولا خلي يشكلون مجلس المحافظة. بس هذا ينطي فكر واسع إلى المحافظ من خلال ما هو يدرسه في مجال عمله. أما أنا أجيب لي 36 عضو مجلس محافظة جوازاتهم بجيبهم ومسافرين لكل دول العالم وما استفدنا من تجاربهم بصراحة، إلى أن الشعب مل من التصرف. سعد قال لك لو ما إحنا نقدر تبني لك بغداد 400 مدرسة. مو شغلهم يبنون مدارس أصلاً. صلاحياتهم ورد بيها تشريع القوانين. يعني التجربة هي فاشلة؟ لا فاشلة. أنا أقول لك ليش؟ لأنه بالقانون ورد تشريع القوانين. تشريع القوانين ما يملك فقط الإقليم، لأن به سلطة تشريعية. هاي على طار بغداد، الحكومة تخدم، مجالس محافظة تخدم، والمحافظ يخدم، والأمين يخدم، وهاي بغداد اللي هي تنضرب بها الأمثال سابقا، والآن أتعس يمكن دولة أتعس مدينة بالعالم. ولهذا تشوف الآن مجلس المحافظة مهيمن على العاصمة. زين. ويحاسب وما إلى آخره، وكثير من المنغصات صارت بين الجهتين، لأنه مجلس النواب العجب به لا يمشي قانون العاصمة بغداد، ولا يمشي مجلس الاتحاد، ولا يمشي هيئة تشكل لإدارة الموارد المائية في كل الأقاليم والمحافظات. يعني أنت ما تعرف يجيك مبلغ، بس هذا المبلغ شلون نحسب لك كمحافظة؟ غير المفروض يكون موجود المحافظ حتى يعرف كم خصصته للناصرية، كم خصصته للبصرة، كم خصصته للسماوة، اللي تتوزع وفق مبدئين عدد السكان اللي هو ما بي لا تعداد ولا تعداد ولا يصير التعداد للسكان، والمحرومية. هذن المبدئين توزع بموجبها الموازنات على المحافظات. زين. غير يقعد شخص مختص من المحافظة حتى يقولهم أنا هاي مشاريعي، هاي محروميتي، هل قد الفقر عندي، هل قد المرض، هل قد المدارس، هل قد الكذا. ماكو هذا. لا شلون كانت؟ ها؟ شلون كانت؟ كان المحافظ قوي في وقت صدام. زين. كان قوي، يعني مو مثل هسه. هسه المحافظ في ظل الديمقراطية ضعيف. زين. الخلل وين؟ الخلل وين؟ الخلل في بناء المجالس. في بناء المجالس الخلل هنا. زين استاذ وائل، هسه نريد نحكيها طيب اذا هسه احنا جربنا المجالس وما جابت لنا نتيجه، وهسه المحافظ وهمات عليه مؤشرات، الحال شنو؟ الخيار ما حد منو احد يشتكي على محافظ ان حال محافظ على الكذا. انطوهم الاستقلاليه. شي حيل المحافظ الملائكه، لانه يشبش على كل الجهات، كلهم يشبش عليها، وراضي هذا ومرضي هذا ومرضي هذا ومرضي هذا، سيارات، اراضي، ما ادري شنو، كلها نمنمات. ويعني زين هاي النمنمات هم كانت انتم زمنكم، بس النمنمات موزعه بيناتكم، فبالتالي اشوفها ضايعه. ساد وائل هنا جاي يقول تجربتكم فاشلة، صالح ساعد دافع عليها تجربتكم. فمن قال تجربة فاشلة؟ رأسا تذكرت رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي،
تذكرها بزمن الفتوات؟ مفخخات، الدنيا مشتعلة منا. وين النجاح؟ وين النجاح؟ من صلاحياتنا، نتكلم عن صلاحياتنا، زلنا 157 سيطرة في بغداد. زين. كانت مزاحمة العالم بالطرقات. زين. كشفنا عن مجموعة كبيرة من أوكار داعش وما شابه منه، للأسف ما قدرت أتحدث بها بسبب سريتها، وكثير من هذه الأمور كان لنا يعني عمل حقيقة. كنت في سنوات الألفين، يعني بالسنوات اللي كنا فيها، كنا يجاء التقرير الأمني، حادثة في بغداد أو حادثتين في بغداد تكون. الآن بالساعة حادثة وحادثتين بالساعة. الآن رح شوف التقارير الأمنية. في زماننا كان الوضع أفضل بكثير. ما حد راضي. ما حد طبعًا. أمنياً. اترك على أسد. كل السنوات الماضية. اترك الموضوع داعش وال يعني الوضع السياسي. داعش كان قضية سياسية ما لها علاقة بالأمن الداخلي. إلا علاقة مخابرات دولية وأمور. يعني أكبر من مجالس محافظات ومجلس النواب. كنت تحكم أنت عضو رئيس لجنة أمنية بمجلس محافظة بغداد، كان يحكم. لا ما عنده صلاحيه، ما عنده صلاحيه، كان يتدخل بس قضيه. يعني تليفون اذا شتك على قائد عمليات شنو ما يجابك؟ اذا قلت له سوي الفلاش ما يسوي الكيا فقط يحكم، ما يقدر. لا يؤمرنا كان على مراكز الشرطه فقط. كنا نراقب مراكز الشرطه، وحاكمنا وسوينا كوي على مراكز الشرطه. عمليات بغداد ما قضيته على الفساد في مراكز الشرطه؟ لا ما تقدر. يراد لها قلع من الجذر، لكن مثلكم شلون ما سووا وياكم نسوي المفروض. لكن نقطة أخرى، نتكلم عن نقطة أخرى. لو أكو فساد كما يقال، زين وين هيئة النزاهة؟ ليش ما يأخذوهم؟ ليش ما يأخذونه؟ إذا إحنا فازين خبيجون إيش حاكمونه؟ تدري ولا عضو مجلس محافظة حكم ولا واحد. وتدري كم محافظ؟ تدري كم محافظ؟ صوت الساطورهان اللي والحكومة السابقة اللي هي أفتت بإلغائها. المفترض كان مو المفترض كان البرلمان كان أفتاها. لا 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 الحكومة ما أفتت. لا المفترض كان البرلمان أفتاها. المفترض كان كلها تتعاون في سبيل تقديم أعضاء مجلس المحافظة المتهمين بالفساد. وينهم؟ إلى المحاكم. ماكو ولا واحد متهم. ما ولا متهم؟ ماكو. إذا عندكم تعالوا خلينا نروح. هي أساس الغاء غير الفساد. لو لا, لا 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 كان ما يسمى بسكيب جوت، يعني كبش الفداء. إن الناس طلعوا مظاهرات، راديو سقطون البرلمان، البرلمان بدل ما سقط نفسه سقط مجلس المحافظة. كل زين. ساطور هان. هي هاي الحكاية إنه الشعب راي سقط البرلمان، البرلمان سوى بالتعاون معكم كحكومة. تعالوا يا ابو وين نطيحها؟ خلينا نسوي مجالس محافظات كبش فداء. لو هي فعلا احنا لغيناها لان بيها فساد، لان حلقه زائده، والله كلهم اروح اوديهم هسه محاكمه. صح تمام. ما تراهم يسموها نقطه الصد الاولى. نقطه الصد الاولى. تفضل ساطورها. لا نعم لا لا هو كان مجالس المحافظات كان على المجالس هجمة مضادة موجودة لسنوات. زين. فكان الأجواء مهيئة صراحة، الأجواء السياسية والأجواء الشعبوية مهيئة لحال وإلغاء مجالس المحافظات. لأن منذ سنوات أي مكان يصير فيه كلام على الفساد كان يتم التأشير إلى مجالس المحافظات. بالتالي كانت الأجواء مهيئة لهذا الشيء. علما أنه مو الحكومة اللي قدمت طلب حل أو إلغاء مجالس المحافظات. أنا مثل ما قلت بالعكس، إحنا كحكومة في ذلك الوقت، وأنا كنت أيضا ممثل حكومة في مجلس النواب، إحنا كان عندنا كتاب بأن مجالس المحافظات تستمر إلى حين الانتخابات. لكن الحكومة استجابت لمطالب المتظاهرين بسبب داعش. لا هو راح اجي هذا. يعني الحكومه اجلت الانتخابات بسبب احداث داعش، وبعد هذا الموضوع من صار هناك التظاهرات المطلبيه، وضمن التظاهرات كان اكو مثلا الغاء مكاتب المفتشين، الغاء مجالس المحافظات، انتخابات مبكره، وعده نقاط. فالقوى السياسيه ارتأت ان تاخذ بعض هذه الفقرات محل التطبيق. يعني هو قرار سياسي وليس قرار إداري. قرار سياسي؟ لا لا قرار سياسي بامتياز. قرار سياسي بامتياز إلغاها. يعني ليش الدافع ساطورهان؟ أنا أدافع على أساس الموضوع.
زين. وبعدين مو أن يكون هناك قرار سياسي معناته كلنا موافقين عليه. ها يعني أنت كنت مجبر صح لو لا؟ لا احنا ما سوينا كتاب اصلا على الغاء حتى اجبر على هذا الشيء. نعم. الحكومه ما تدخلت والحكومه ما عندها كتاب على حل او الغاء مجالس المحافظات، الحكومه ما عندها راي في هذا الموضوع، انما كان هناك تعديل لفقره قانونيه من قبل مجلس المحافظه مجلس النواب عفوا، على اساس هذه الفقره القانونيه تم حل مجالس المحافظات وليس الغائها، حلها. بالتالي الان نحن امام انتخابات. نعم معناته احنا الان امام انتخابات، وانا اتمنى على القوى السياسيه الان ان يذهبون الى انتخابات مجالس المحافظات. يعني ان كانت الدوله تعاني من عدم وجود حكومه مركزيه كامله الصلاحيه فلتكن لدينا حكومات محليه بصلاحيات كامله. حلو. وهذا ما يصير إلا من خلال أن تكون عندنا مجالس محافظات. خليه يعدلون القانون، خليه يعدلون الصلاحيات، خليه يعدلون كل شيء. سي طرهان، خلينا أسألك هذا السؤال. اليوم بعد تقريبا نحو 3 سنوات من إلغاء أو حال مجالس المحافظات، شلون نشوف أوضاع المحافظة وشلون تقيم أداء المحافظين؟ نعم، الآن اللي حصل عندنا كالآتي. بسبب عدم وجود مجالس المحافظات بالتالي كنا احنا امام معضله فيما اذا تغير المحافظ، نائب المحافظ، المدراء العامين، هاي الاشكاليات كلها. ففي وقتها مع مجلس الدوله تم الوصول الى اجتهادات معينه بان يتم مقاربة المحافظ درجة وكيل وزير ونائب المحافظ درجة مدير عام، بالتالي تخضع هذه المناصب إلى ما تخضع له مناصب وكيل وزارة أو وكيل وزير أو المدراء العامين. كان هذا الحل الموجود. الآن ما موجود وحسب القانون إن أعضاء مجالس النواب كل حسب محافظته هم لديهم قابلية الإشراف على المحافظين والمحافظات، بالتالي تم تبديل مجالس هذا قانونياً لو من ناحية المنطق النواب. لو من شنو؟ لا موجود، لا موجود فقرة قانونية بيا قانون. فالآن نفس القانون الانتخابات احنا جانا نحكيها العلوية للدستور، ما لنا علاقة قانون الانتخابات. مجلس المحافظة يشرف على المحافظة الدستور. بالأخير من موجود قانون انت تخضع الى تطبيق القانون. العلويه لمن؟ العلويه لمن؟ هسه انا مو قانوني بس العلويه. لا العلويه تكون للدستور. ما يخالف بس اسمع لي تفضل. ما يخالف هناك امور، يعني ان اردت ان تطاع فامر بالمستطاع. يعني مثلا اعطيك مثال، احنا من طبقنا اللامركزيه كان المفروض اني انقل صلاحيات ودوائر واجهزه الى كل المحافظات. في وقتها مجلس الوزراء رأى أن نقل الصلاحيات إلى المحافظات التي كانت تحت وطأة داعش غير سليمة، فمجلس الوزراء طلع قرار 141 أتصور لسنة 2015 وقف عملية نقل الصلاحيات لبعض الدوائر إلى هذه المحافظات. زين انت هسه مثلا تجي تحكي لي تقول لي العلويه للقانون، شلون القرار وقف القانون؟ القرار ما وقف القانون، بس القرار مشى على فد واقع حال موجود. الان نفس الحال اللي موجود، الفقره القانونيه ده هي حالها موجوده. طيب لاجل هذا انا اقول يعني الان هناك الساده اعضاء مجلس النواب كل حسب محافظته ده يشرف وده يتابع عمل المحافظين. بالتالي عضو مجلس النواب صار عنده مهمتين، مهمة المحافظة ومهمة مجلس النواب. مجلس الوزراء صار على عاتقه مهمة اختيار المحافظين إذا ما صار تغيير، بغض النظر التغيير ده يصير قانونية أو غير قانونية. فأنا على شدت هاي الصلاحيات وهي كانت مجتمعة في شخص واحد. ساطرهان يمكن تأيد أو لا ما أدري، بس فتحنا على روحنا باب ما ينسد. لا رضى بجزة، رضى جزة وخروف. صحيح. يعني احنا لا رضينا مجالس المحافظات، بقينا على المحافظ ورحنا بآلية اذا راح المحافظ من يحل محله، وتعال دستورية انه تكليف واحد جديد والمن صلاحية ومن يراقب عمل المحافظ وشلون راح يتم محاسبته. ليش هاي؟ ليش دخلنا روحنا بهاي المعضلة؟ ليش؟ والله تدري شيء صراحة، يعني احنا كنا موجودين ايام التظاهرات، ايام غالبية القائمين على الامر كانوا في صدمة مما يحصل.
فكان الغرض، كان الهدف شلون تحافظ على منظومة الدولة. أي حتى أن تعطي خسائر تنطي ضحايا، بس بالأخير تحافظ على منظومة الدولة. الله عجب، إذا الخسائر والضحايا هم مجالس المحافظات، ما العلاقة فاسدين مفاسدين نزيهين مو نزيهين، عليهم ملفات، بس كانوا ضحايا. الضحايا، الضحايا مو بس مو على مجالس المحافظة، الضحايا الإدارة اللامركزية. إن الدولة العراقية منذ 2003 تعبت وركزت ونحتت هذا المصطلح. طيب، واشتغلنا على الإدارة اللامركزية وبنينا مشروع، هذه هي الضحية الكبرى. كل الزين أستاذ وائل، احنا بس اردفتهم من نظرة قانونية، قرار وقف القانون، القانون وقف الدستور، من فوق من؟ يعني سلسلة العائلة القانونية واضحة. أيه؟ دستور، قوانين، قرارات، أنظمة، أوه، تعليمات، أيه، أوامر. زين، الأوامر قامت تعدل القوانين في حكومة سعد طورهان 2015 وفوق. زين، يعني احنا مثلا متقاعدين بموجب قانون. أيه؟ رأسا هدقوا رواتبنا بأمر ديواني، يا قانون، احنا ده نشتغل على قانون، فالامر التشريعي شلون يعدل القانون؟ بس اريد افتهم، روح لوزارتك واللي بذهنك سوي يم مجلس الوزراء، او انقله الى مجلس النواب، قل لهم يابا هاي الرواتب مال هاي هذا عاليه فنزلوها. هاي ما تاخذ من عندك اسبوعين، ليش ترتكب اخطاء جوهريه؟ هاي البدعه مال امر تشريعي شنو؟ انا افهمها. هاي كل من يقعد يصير رئيس وزراء، انا هسه انا رئيس وزراء شغل تنفيذ، كل من يقعد يصير رئيس وزراء عند الامر الديواني اهم من الدستور واهم من القانون واهم من التعليمات واهم من الانظمه. انا اقول لك، بحيث احنا اقمنا دعاوى في المحكمة الاتحادية، قالوا مختصاصنا روحوا للقضاء الإداري، روحوا للقضاء الإداري ترفع التليفونات، لا تفتحوا لنا باب، ترى احنا يعني وضعنا حرج وبالتالي لا تفتحوا لنا باب. اتجاوز على الفصل بين فوضى. لا لا، فوضى صايبة الدولة، فوضى رهيبة. قرار تشريعي، قرار تشريعي وقف لدستور، وقف للدنيا، وثاني شيء منو صلاحية رئيس وزراء يسوي قرارات تشريعية؟ ما عنده صلاحيتي أنا رجل تنفيذي. كلها خاطئة، كل القرارات التي صدرت في هذه الفترات تقريبا هذا كلها كانت مخالفة للدستور ومخالفة للقوانين. شلون عاد شلون سووها؟ هذا الشغل اللي قاعد يجري، أنت شايف لك هسه الآن يعني حتى قرارات ما المحكمة تصدر وما تنفذ. زين، فانت حليتها، ما يخالف، ماكو اشكال. زين، ثوره تشرين انتهت، عيد النظر بالامور، مو انت عندك 17 قال لك صفقه سياسيه هي اللي خلتنا نحل مجالس المحافظات السياسيه بامتياز. كانوا خايفين في بغداد، انا اقول لك الثوره كانت ثوره قويه جدا. زين، فكانوا خايفين على مواقعهم وعلى كراسيهم وعلى وزاراتهم، فيقول لك خلي احنا نبرد الوضع بان هاي المجالس كلها. منو كان خايف؟ كلها. منو كان خايف؟ كلها كانت خايفه. كلها خايفه. كلها خايفه. وش طايحتوها براس المقاريد؟ ها؟ والله كنت في بعض الايام اتجول في المنطقه الخضراء. والله ما تجد احد بصراحه يعني. كلها شارده. كلها مشت، ما ادري وين يروحون، ما تدريهم. هاي 2019. 2019 فرغت، مصايب كثيرة جدا، وهيك ما تمشي الدنيا، الدنيا تمشي بالقانون، الدنيا تمشي بالدستور. هسه عفوا القانون اللي هو ضربوه عرض الحائط، ما بقى شيء من الأولى، المادة الأولى من الدستور. سعد، سولف لي، ترجع مجالس المحافظات بقرار سياسي؟ لا بقرار سياسي، بصفقة سياسية؟ لا مو بقرار سياسي. لا شلون؟ هي انحلت صفقة، ارجعها بصفقة. يا اخي هي دستوريا موجوده. يعني شنو انا رايح للقرار السياسي على اساس؟ هو القرار السياسي ضابط روحه هسه في بغداد حتى يضبط لي المحافظات؟ زين، ها هي هسه القوى السياسيه ضابطه وضعها، وصار لنا 8 أشهر حلينا قضيتنا في بغداد حتى نحل قضيتنا في المحافظات، فما يصير هذا الحكي، ما يجوز. انتم مضيعين كل المشيات، مو مشيه واحده، كل المشيات مضيعينها. وحقك قل له وصف لي النظام اللامركزي في العراق بعد 2003 وهم كتبت الدستور. والله ما تمت. زين، هاي الهيئات المستقله، كم هيئه مستقله عندنا؟ وايد، يمكن 12. زين، هي اسمها هيئه مستقله، مره يربطونها في مجلس الوزراء، مره ومره يربطونها بالبرلمان. زين، شنو علاقه البرلمان
بالهيئة المستقلة. أكو فد يوم سمعت مثلا رئيس مجلس النواب التقى بهاي الهيئة المستقلة، يرحون وين يرحون؟ على البنك المركزي، لأنه البنك المركزي يعني مسائل وكذا يعني بيها أكو جل بيها هي فلوس فلوس هي فلوس مسائل ومصارف رياضية مصارف أهلية عائلية كل تطوير ما بيها. زين أنتم هاي الهيئات المستقلة اللي هي يسمونها اللامركزية المرفقية أو المصلحية، أي اللي كانت موجودة في دستور العراق لعام 1925. زين تصور يعني بالعهد الملكي أول من أسس الإدارات المحلية. نعم 1925. نجي إحنا بال 2003 نروح إلى النظام اللامركزي. والله المحافظ ما عنده تجربة، والله المحافظ خاف ما يقدر يمشي لنا التربية، أخاف ما يقدر يدير الصحة. يا هل أنجح برأيك؟ ليش جبتوه؟ يا هل أنجح برأيك؟ لا ليش جبتوه؟ لا مركزية لو مركزية؟ لا مركزية خلوه من يخطأ مجلس المحافظة هو يسحب الثقة من عنده ويديره وينتخب شخص آخر. هسه ايش عندنا احنا؟ احنا عندنا هوسة وخربر. لا والله والله هسه احنا لا هي ما مركزية على وجه ولا هي مركزية على وجه. هسه لو رايحين للمركزية أحسن لنا احنا هسه. زين يعني هسه بهذا الوضع ثق لو احنا في ظل النظام المركزي هواية احسن لنا رطينا، لكن احنا غادرنا النظام المركزي شبعنا حروب وشبعنا جوع وشبعنا حصار وشبعنا ما ادري شنو. زين نقدر نقول وزعوا السلطات على مجموعه من الاشخاص مو بس رئيس واحد. شوف عندنا رئيس مجلس القضاء الاعلى اللي كان تابع الى وزاره العدل. زين عندنا مجلس الوزراء، عندنا رئاسه الجمهوريه، عندنا رؤساء الهيئات المستقله، عندنا المحافظين وعندنا رؤساء المجالس المحافظات. إذا توسعت هاي السلطة بأكملها للدولة وين توسعت؟ على هاي الرؤوس جميعا. فعزز من مشروعك وعالج الأخطاء، مو تعالج الخطأ بخطأ، عالج الخطأ بالصح وشوية حيلوا، لأنه كلهم محسوبين عليهم، المحافظين محسوبين عليهم، صحيح. أعضاء مجالس المحافظات محسوبين صحيح. عليهم المشاريع محسوبة لهم، المقاولات محسوبة لهم، فما يتحاسب الشخص لأنه منه وبيه. زين منه وبيه نقدر نختصر هذا اللي تفضلت به كله بأن ما نعيشه اليوم هو رطينة. رطينة من هاي التمام. أستاذ سعد هسه بالتالي صفقة سياسية باكر تقدر هسه أنت صح بالانتخابات قلت أنا مو عضو بدولة القانون وأنا مستقل وهذا ما تمشي، أنت بعد أمورك ماشية ويا دولة القانون وهذا. احكي هسه انت تحكي ويا السيد المالكي، نعم. غيرك يحكي ويا السيد الفلاني، الزعامات السياسيه، خل تتفق على ارجاع مجالس المحافظات وترجعون اعضاء مجالس المحافظات، خل تمشي خلصوها العدد. يعني مثلا 56 كان بغداد، سووها 40 او 50. عمل واحد من كل من والله من كل قبيله رجل واحد من لا واكو اتفاق بس ماكو قبيله من كل قضاء واحد من كل طرف سياسي واحد خلصوا العدد. اكو اتفاق سياسي على الموضوع، منتظرين الحكومه لان قرار انتخابات مجالس المحافظات هو قرار مجلس الوزراء. رئيس مجلس الوزراء هو اللي يحدد الموعد وهو يحدد بعدين المفروض الموازنه ايضا تنظر في قضيه مجالس المحافظات اذا تعقد انتخابات. زين فبالموازنه ما اعتقد موجوده يعني لان حسب اذا ماكو قرار سياسي من هسه. لا قرار سياسي موجود. قرار سياسي موجود على شلون غير يضمن موازنه انتخابات؟ لا من طريق تشكيل الحكومه. اي غير تضمن موازنه الحكومه. من تشكل الحكومه تتشكل موازنه حقيقيه. زين. والموازنه طبعا راح تضاف بها هذه الامور والامور تمشي. هذا القرار السياسي الموجود اللي جاي تفضل به هذا لان تيار الصدر اخذ 75 نائب. لا ما قلت لك راح لا المادة الأولى من الدستور لا شوف المادة الأولى من الدستور العراق دولة اتحادية. المادة الأولى دولة اتحادية شنو يعني؟ يعني دولة يعني حكومة لا مركزية. زين خلينا نفرض هسه صارت انتخابات وجاب تيار صدرها مات العدد عم راح نعطل؟ لا مبارك عليه ما نعطل لا ما يقدروا يعطلون. زين المجالس المحافظات مو مجال سياسية. طيب مو سياسية ترى خدمية والاتهامات اللي كنا نتهم بها شنو مو سياسية؟ بس أنا سياسي شنو مو سياسي؟ أنا سياسي بس بقيت الأعضاء شفت شوف أنا سياسي أنت مو سياسي أنا سياسي بس بقيت الأعضاء ما كانوا سياسيين. أي من جايبهم؟ من جايبهم؟ لا صحيح ينتمون لأفكار معينة أكو مستقلين سعد وشان يخدم بالناس والناس يتفقت لو صعدته لا عزيزي أكو بيهم مستقلين كثر
وكان يعني خدمة الناس اللي صعدته. فأنا واحد مثل بقية ما كانوا سياسيين، ناس خدميين. أي خد جابوهم، صارت عندنا، صار عندنا بقية كمحافظة صارت. تعال نعطيك نائب محافظ وصير ويانا. أنا أحكي لك بغداد. صارت لو ما صارت. أنا أحكي لك بغداد. فبالتالي خلينا نحكي على تفرد المحافظة هنا اليوم. إحنا في ظل وجود عدم وجود مجالس محافظات. نعم. في ظل وجود دوخة بحيث هذا من يحاسب المحافظ ودول شلون راح يرجعون والمحافظ بوحده وعنده صلاحيات. تعتقد ان اليوم فعلا المحافظين تفردوا بالقرارات؟ شو سابق المحافظه، شو سابقا كان اكو مجالس المحليه زين، طبعا ظلموا ظلم كبير جدا، مجالس البلديه ظلموا ظلم كبير، كل هذه السلسله من يعني الارض صعودا كلهم ظلموا، مجالس محافظات بلا نتركهم، لكن الاخرين ظلموا. الان فوضى، الان فوضى حقيقيه زين، لا احد يقدر يحاسب محافظ ولا يقدر يحاسب معاون محافظة ونائب محافظ أو مدير عام أو يعني كل المدراء العامين، يعني يتحركون الآن بناء على المجاملات يعني من اتصل بهم مجاملات وإخوة وأصدقاء، لكن كمحاسبة قانونية ما حيقدر يحاسبهم. شو مجاملات؟ والبرلمان أيضا ما يحاسبهم. لا شو مجاملات؟ يعني صديق سابقا كان يقول الخابرة يخجل من عندنا، يعني الطلب اللي نقدم له اياه مواطن مسكين، يا شنو مواطن مسكين شدنا مواطن يريد له فجأة الدولة ايش تمشي بشرفك؟ مو دولة، بحظك وبختك مو دولة. انا عمي هاي دولة ايش تمشي؟ مو دولة والله، مو دولة، ماكو دولة تمشي. شنو صداقة شنو؟ عزيزي مو دولة، ما عندنا دولة، احنا عندنا مجموعة بشرية تعتقد أنها تمثل دولة، لا علاقة لها بالنظام ولا بالقانون ولا بالدستور، مجموعة بشرية ماشي بطريقة. من هاي المجموعة البشرية؟ هاي احنا العراقيين كلنا، هاي المجموعة البشرية بطريقة أو بأخرى. لا لا العراقيين لا 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 عزيزي، النظام الديمقراطي عم يشكلون حكومة فقرة. والله فقرة عزيزي، النظام والله فقرة، نسبة الفقر فوق 50. لا لا لا، شوف النظام الديمقراطي ما هو الشعب، تطلع النخبة من الشعب. الشعب إذا والله كان والله ما تطلع النخبة إلا من القوى السياسية. ما طلعت النخبة من الشعب. شو الانتخابات هي هذه؟ انتخابات الشعب من يكون واعي ينتخب نخبة واعية. الشعب إذا كان فاسد ينتخب نخبة فاسدة. هذه انتخابات. يعني ما يخالف. أنا وياك من رخصة الأستاذ. ايش قد نسبة اللي شاركوا بالانتخابات الأخيرة؟ 20% يقولون 42 والله 20% العظيم. والله العظيم ماكو غير 16% زين زين، هل أن 16% تطلع عندي نخبة؟ لا لا، يعني تنسجم ويا الديمقراطية؟ طبعا الديمقراطية لا. حكم الشعب من الشعب صح، هذا حكم، هذا الديمقراطية. بس من ما حد من 80% حكم الأغلبية. أنا بس جدلية الأغلبية، الأغلبية ما قاعد تحقق النصاب القانوني. يا أخي والله مصيبة الدولة أستاذ وائل، جدلية الدولة هذه فضل بيها. ماكو دولة، ماكو دولة. يعني بربك يقول لك أنا والله جاي مشيها لي صديقي أخبر التليفون، أنا أستاذ سعد يلا يا أهلا بيك محييك ماشي أمورك، يعني فلان محييك. مناقصات تتوزع على الشكيل والعطايا تتوزع. بس أنا ما عندي مناقصات، مو بعدين تأمون ترى لا مناقصات ولا مشاريع ولا. لا الرجل أتكلم لك عن حاجات الناس صح، مدرس يحتاج لشغلة، طالب يريد ينتقل طيب مدرسة، هاي حاجات. طيب خلص سيد طهران، سيد طهران نفس السؤال، بحظك وبختك هذا اللي صار كله ليش تخرجه؟ دولة دولة جاي نمشي بيها. أنا قبل أسبوع كتبت مقالة كان اسمه تراكمية الخبرة وتراكمية الإدارة زين، كتبت بعد اللي حصل العراق دولة مع وقف التنفيذ. الله جيد، وصل جيد، وصل جميل، وصل جميل. دبلوماسية شوية بدال ما تنسفها تقول ماكو دولة، لكن مع وقف التنفيذ. وصل جميل، مع وقف التنفيذ وصل جميل زين. فبالتالي احنا كل ما نجي نمشي بالأيام نقوي دولتنا ونخليها على السكة الصحيحة، لو نهدمها لو نفلشها بقرارات. هي الدولة عزيزي، واحد من إشكاليات الدولة العراقية بعد 2003 هي القرارات الارتجالية والقرارات اللي يخضع إلى فلان خابرني مثل ما قال أستاذ المطلبي، يعني هاي القرارات الارتجالية والعاطفية ده تؤدي بالنتيجة إلى تآكل لمؤسسات الدولة. والنقطة الأخرى الموجودة، العراق ده يمر بمرحلة عدم استقرار، إحنا لا ده نصير فوضى ولا ده نصير استقرار،
لأن إذا إحنا فوضى فالفوضى في نهاية المطاف إلا يؤدي إلى الاستقرار. بس إحنا ندعي يقول يا رب اخبطها حتى تصفى بالأخير. بالضبط. لأن عدم الاستقرار، مثلا أحكي لك هسه لو نرجع على اللامركزية، أنا مثلا من الدعاة إلى اللامركزية، وأكو آخرين من دعاة المركزية، أنا دا أشتغل لأجل تفكيك المركزية، هو دا يشتغل لأجل تفكيك اللامركزية، بالتالي لا أنا أقدر عليه ولا هو يقدر عليه، فنبقى في هذا عدم الاستقرار. وهي ألغاء مجالس المحافظات هو مثل موجود وضرب لمبدأ اللامركزية أصلا. بالضبط وبالصميم. زين، فهاي الحالة موجود في كثير من مرافق الدولة، هاي عدم الاستقرار، عدم الاستقرار، وعدم الاستقرار راح يبقى يعمل على تآكل الدولة. اليوم إذا عدنا من مؤسسات الدولة المستقرة على سبيل المثال 60%، بعد فترة راح يصير 40%، بعد فترة راح يصير أقل، وبس كل هذا تستمر باتجاه عدم الاستقرار. فلابد أن الدولة تستقر على فد اتجاه معين، وتكون هذا ويكون هذا الاتجاه بعيد عن القرارات الارتجالية والعاطفية، بغير ذلك فهي هاي حالة الدولة ما راح يصير أحسن من ما موجود. يعني بالتالي الكلام اللي يعني خلينا نقول مثلا جاي تحاول الدبلوماسية، تحاول تجمل انه احنا منتظرين الفوضى حتى بعدها نروح الى استقرار سياسي، فمن دون الفوضى لا يمكن الوصول الى استقرار سياسي. الفوضى يعني علميا الفوضى افضل من عدم الاستقرار. زين، يعني انطيك مثال ولو بدي اخذ من وقتك، انطيك مثال هسه، الساعه العاديه، الساعه المتوقفه افضل من الساعه اللي تقدم او تاخر. اي، لأن الساعة المتوقفة في أقل تقدير باليوم مرتين ينطيك الموعد الصحيح أو التوقيت الصحيح. زين، الساعة اللي تقدم أو اللي تأخر أبد ما راح ينطيك توقيت صحيح. فإحنا دا نمر بهاي الحالة. تعتقد ساطورهان بأنه إحنا العراق قد يقبل على فوضى كبيرة؟ يعني كل اللي جاي نمر بيه مقدمات، يعني امام، يعني اللي دا يصير، اولا احنا ما دا نعيش، العراق مو جزيره وسط مياه، والدوله العراقيه دوله هشه. زين، فمن المرجح جدا يعني اي شيء، اي خل بسيط يحصل في الشرق الاوسط فاكيد الانعكاس مالته راح يظهر بالعراق. احنا ما نامل ان يكون هناك فوضى، احنا نأمل انه عدم الاستقرار يتوجه الى الاستقرار مو يروح للفوضى. طيب، انا اشكرك شكر جزيل السيد طورهان المفتي وزير الدولة لشؤون المحافظات الاسبق، ضيفي من اربيل، شكرا جزيلا لك. وكذلك اشكر موصولي السيد سعد المطلب عضو مجلس محافظة بغداد السابق، ماكو بعد اسبق اخوات، انتم اللاحقون ونحن اللاحقون. وكذلك السيد وائل عبد اللطيف الوزير والمحافظ السابق، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم، نلتقيكم ان شاء الله في حلقات قادمه. الى اللقاء.